الحقيقة هو هذا مؤشر لم يظهر يعني اليوم والأمس، كان واضح بالنسبة لي. أنا أيضا أكدت على هذا الكلام منذ انسحاب السيد الصدر وتهياره وخروجه من يعني مجلس النواب، ويعني طبعا الدعوات إلى الخروج من العملية السياسية لأسباب واضحة كانت، هي قضية المحاصصة والفساد واحتكار السلطة والتدخلات الأجنبية. هذه كانت الحقيقة أسباب منطقية ليست مقتصرة فقط على التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر، وإنما هذا ما يعاني منه الشعب العراقي وما رفضه خصوصا في الانتخابات السابقة المبكرة في أكتوبر 2021 وحتى الانتخابات السابقة في 2018 في أيار. هذا يعني العزوف ليس عزوفا يعني عاديا، هذا رفض للنظام السياسي برمته وللعملية السياسية البائسة التي جاء بها كل يعني أمريكا وإيران فرضت على الشعب العراقي. لذلك أنا لا أستبعد أنه التثوير الشعب العراقي خصوصا بدأ بالتيار، يعني جماهير التيار طبعا بحجة رد الاعتبار لما تم المساس بمقدسات المسلمين بحرق نسخة من المصحف الشريف، هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا كان هناك تحركات يعني من قبل الميليشيات الولائية، من قبل حتى الإطاريين أيضا، سكوتهم عن هذه يعني العملية كان أيضا حافز عند التيار الصدري أن يظهر بمظهر المدافع فعلا أولا عن الدين والمذهب والمعتقد وأيضا ضد العملية السياسية، فهو وقتها بتوقيت مناسب مع طبعا شعار عاشوراء، هذه أيضا زادت الزخم بشكل إضافي إلى أنه الحراك الشعبي يكون له معنيين، معنى ديني عقائدي مذهبي ومعنى سياسي.